يقال إن أهل بلدة سواكن المقابلة لمدينة جدة على الساحل الآخر يحرمون من جدة لأنهم لا يمرون ولا يحاذون ميقاتا، فهل هذا صحيح؟ وهل يقاس على هذا البلاد المقابلة لجدة؟ هذا قالوا في الفقه لكن ما هو صحيح. ما من أحد يأتي إلى مكة من أي جهة إلا ويحاذي ميقاتا من المواقيت، لأن المواقيت محيطة بمكة من جميع الجهات، إما أن يمر عليها وإما أن يحاذوها، فلا يدخل إلى مكة إلا وهو محرم إذا حاذى واحد من هذه المواقيت برا أو بحرا أو جوا. نعم.